قبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة ما ننساش نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ويلا بينا نبتدي العظمة بتاعت النهاردة. بيبتدي الفيلم بظهور زوجين ماشيين بعربية في الغابة بالليل، كاميرون ومراته جانس. ولما جانس بتطلع من العربية بتعوم وهي خايفة وكانت قلقانة من اللي عملوه، وبترفض تطلع جثة البنت علشان يدفنوها. فكاميرون بيطمنها وبيقول لها إن ده مجرد حادث وهيعدي على خير، وبعدها بيطلع الجثة من العربية. وكاميرون بيسحب الجثة وجانس بتبص عليه وما بتعملش حاجة، وبعد كده بيدفنوا الجثة. ولما بيخلصوا وبيدخلوا العربية بتكون الشمس طلعت، وبتقوله وهي منهارة إنها ما توقعتش يموت عندهم حد. فكاميرون بيقول لها إنهم كانوا مضطرين يعملوا كده عشان البنت كانت بتصرخ وكان ممكن يتقبض عليهم. وبعدها بيمشوا بالعربية بسرعة. وبعد سنة كان في بنت اسمها كولين ستان كانت بتسافر من ولاية أوريغون ورايحة على كاليفورنيا عشان تشوف صاحبتها، وكانت واقفة على الطريق. وفي اللحظة دي عربية كاميرون وجانس بيقفوا وبيقولوا لها انهم رايحين لويستود وبيعرضوا عليها تركب معاهم، فبتوافق وبتروح معاهم. وكاميرون وجانس وهم في الطريق بيقعدوا يسألوا كولين اسئلة كتير، وبيعرفوا ان صاحبتها ما تعرفش ان كولين رايحة لها وان كولين عاملة لها مفاجأة. وبعدها بيقفوا عند محطة بنزين عشان يريحوا شوية. ولما كولين بتدخل الحمام كاميرون بياخد صندوق خشب من العربية وبيحطه في المقعد الخلفي، وبعدها بيكملوا الرحلة. وهم في الطريق كاميرون بيقول انهم هيعدوا على الكهوف الجليدية قبل ما يروحوا، فكولين بتستغرب وبتكون عايزة توصل بسرعة قبل ما الدنيا تليل. وبعد تفكير بتضطر انها توافق في الاخر. وبعد شوية بيقفوا في مكان منعزل في الغابة، وجانس بتمشي قدام عشان عارفة طريق الكهوف. بس كولين بتحس وبتقول ان في حاجة غلط، وهنا بيهجم عليها كاميرون وبيهددها بالسكينة اللي معاه، وبيرجعها على العربية وبيغطي عينيها وبيكلبش ايديها وبيدخلها في العربية وبيحط دماغها في صندوق خشبي. ولما الدنيا ليلت كانوا وصلوا البيت فريد بلاف، وبيدخلوا كولين وكاميرون بيربطها وبيجلدها بايده، وجانس بتوقف وبتراقبهم. وبعدها كاميرون بيدوخ بسبب العنف في اللي عمله، وبيطلب من جانس انها تجيب صندوق من فوق، وبيربط كولين في الترابيزة وبيحط راسها في الصندوق تاني. وتاني يوم جانس بتكلمه وبتكون قلقانة من خطته، فكاميرون بيقول لها انه لما يزهق هيرميها في اي مكان. وبعدها بيطلع وبيروح الشغل، واول ما بيمشي جانس بتقعد تصلي بس بتتعب من صوت عياط كولين، وبتنزل وفي ايدها المسدس. وكولين اول لما بتشوفها بتعيط وبتقول لها تسيبها تمشي وبتوعدها انها مش هتقول للشرطة. لكن جانس بتفكر وبتقرر انها مش هتسمع لكلام كولين. وبالليل بيرجع كاميرون للبيت وبينزل وبيدي كولين اكل، وبعدها بينزل ضرب فيها تاني. وبتظهر جانس وهي بتحاول ما تسمعش صوت كولين، وبتكون حاطة سماعة في ودنها. ولما بيدخلوا يناموا جانس بتقول لكاميرون يسيبها تمشي وخلاص، لكن كاميرون بيقول لها انه هيسيبها في القبو لغاية لما يشوف هيعمل فيها ايه. وبتكون جانس مش حابة الفكرة دي، لكن كاميرون بيفكرها انها لازم تسمع كلامه عشان هي مراته ولازم تخبي اسراره. وعشان يفرحها بيقول لها انهم هيكونوا اسرة وهيبطل يقيدها. وبالليل كاميرون بيصنع صندوق كبير وبيحط كولين فيه، وبعدها كولين وهي جوه الصندوق بتبدأ تهلوس وبتشوف السماء، وبتفتكر ان باباها قال لها تركب الاتوبيس بس هي رفضت وزعلت على الحاجات اللي اختارتها واللي وصلتها لهنا. وبعدها بابا كولين بتجيله مكالمة من صاحب البيت وبيطلب منه الايجار، وهنا بيفتكر انهم ما شافوش بنتهم من فترة، فبيروحوا للشرطة وبيبلغوا انها مفقودة. وبعد
بعد 6 شهور جانيس بتروح لمكان شغل كاميرون وبتقول له انها حامل، والغريب ان كاميرون ما زعلش من الخبر، وجانيس بتقول له ان جه الوقت اللي نتخلص فيه من كولين عشان هيبقى في طفل في البيت. فكاميرون بيتحجج وبيقول لها انها ممكن تبلغ الشرطة عنهم. وبعد شهر بتكون جانيس رجعت البيت بعد ما عملت عملية في رجليها، وهم داخلين البيت بيقابلهم الملك وبيقول لهم يفحصوا الفرن اللي موجود في الدور اللي تحت. فكاميرون بيكلمه عادي وبيقول له انه هيجيله يتكلم معاه، ولما بيدخلوا جوه كاميرون بيفتكر ان في مجلة بتتكلم عن العبيد، ولما بيدور في المجلة بيلاقي عقد العبيد، وبيعرف انه ممكن يحتفظ بكولين من خلال انه يلعب في دماغها. وبعد شوية بيقنع كولين ان في شركة بتبيع العبيد، ولو هربت الشركة هتعرف مكانها وهتموت عيلتها، وبيقول لها انهم كسروا رجل جانيس بس هو انقذها، وعلشان جانيس عايزة الطفل بتدعم كذب كاميرون وما بتتكلمش. لما كاميرون بيقول انها كانت عبدة عنده بس صعبت عليه وتجوزها، وبعدها بيقول انه لازم يسجلها رسمي عشان لو ما عملش كده الشركة هتاخدها منه. وبكده بتوقع كولين على عقد انها عبدة عنده عشان خايفة على عائلتها تتأذى. وتاني يوم كاميرون بيلبسها سلسلة على رقبتها وبيغير اسمها الكي، ولازم تتعامل معاهم على ان كاميرون وجانيس اسيادها، وبيدربها انها تجري وترفع ايدها. ولما جانيس بتدخل كاميرون بيوضح لها انه كان بيدربها. وبعد كده بنشوف كي وهي بتمسح الارض، وبتلاقي كتاب جانيس اللي بتتعصب انها لمست حاجتها، وبتفكرها انها ولا حاجة وانها موجودة عشان تبقى عبدة وبس. وبعد شهر الملك بيسأل كاميرون لو يقدر دلوقتي يشوف الفرن، فكاميرون بيتعصب وبيقول له انهم مشغولين. ولما بيدخل بيقول لجانيس انهم محتاجين ينقلوا المكان تاني. وبعد فترة جانيس بتجيب الطفل وبتسميه عنبر، وكاميرون كان بيساعدها. ووقت ما كانت جانيس بتصرخ من الألم كانت كي محبوسة في الصندوق، وكاميرون بيطلعها تشوف الطفل بسرعة وبيدخلها تاني. وبعد سنة كاميرون وجانيس راحوا المكان جديد، وهم بياكلوا بتشوف جانيس ان كي ما حطت لها الشوكة، وبتقول عليها بقت كسولة، وبتطلب من كاميرون يرجعها الشركة تاني. وهنا كاميرون بيتعصب من كي وبيجلدها. وبعدها جانيس بتشوف الشوكة وقع على الارض وبتحس بالذنب من اللي عملته. وتاني يوم كاميرون بيخوف كي عن قصة عبدة تعرضت للتعذيب عشان حاولت تهرب، وبيقول لها انها محظوظة علشان هو سيدها. وبعد ايام كاميرون بيخلع منها السلسلة وبيلبسها لبس عادي، وبياخدها برا عشان تجمع الحطب من الجبال، وكانت فرحانة عشان طلعت. وبعد ما وصلوا كي بتسأله لو تقدر تروح البيت في يوم من الأيام، فكاميرون بيقول لها إن ده مش معقول لكن هيخليها تكتب رسالة ليهم. وهنا بتفرح كي جدا، وفي الوقت ده بيجرح كاميرون رجله بالفيس، وكي بتقف مترددة تهرب ولا لا، وبعدها بتقرر انها تساعده. ولما بيروحوا كي بتنظف له الجرح، وبعدها جانيس بتيجي وبتحس بالغيرة منها. وبالليل بتسأل كاميرون لو كان بيحب كي عشان حست انه مهتم بيها، فكاميرون بيقول لها ان هي كمان زي ما هي عبدته هي عبدتها. ولما بيصالحها كاميرون بيروح لكي وبيطلعها من الصندوق وبيربطها وبيعذبها، لكن جانيس بتتعصب اكتر وبتطلع برا وبتقول يحطها في الصندوق تاني وما يلمسهاش. وبعد 3 سنين بتكون كي لسه محتجزة عند كاميرون وجانيس. وفي يوم جانيس بتطلع كي عشان تدخل الحمام، وهي داخلة بتشوف عنبر منظره كبر، وبتسأل نفسها هي مخطوفة من امتى، وبتحس انها كبرت. وهنا ما تنسيش الاشتراك عشان كاميرون ما يطلع لكش في الحلم، وتفعيل الجرس عشان جانيس ما تطلع لكش في الحلم. انما بقى لو ثابت عليك كولين اعمل لنا لايك، ويلا بينا نرجع. وفي يوم كان كاميرون وعيلته رايحين
عارفين بحيرة تاهو وبينسوا كيف الصندوق ونظام التهوية عندهم بايظ والحرارة بتزيد شوية بشوية. تبدأ تهلوس وبتشوف أختها وبتسأل هو ليه ربنا سايبها تتعذب في الدنيا، لكن بتقول إن كل شيء وله سبب وبتهلوس تاني وبتشوف نفسها بتغرق، وفجأة بتفوق وبتقعد تضرب الصندوق علشان يفتح. وبعد فترة بيوصل كاميرون وجانس وعمبر من البحيرة، وبعدها كاميرون بيكتشف إن الصندوق مكسور وكي مش موجودة، ولما بيدور بيلاقيها ورا الحمام وبتقول له حاجة غبية إنها كانت عطشانة، وكاميرون بيصلح الصندوق. وبعد كده بيقدر كاميرون إنه يقنع جانس إن كي تبقى جزء من الأسرة، وبعدها بتسيب كي بره الصندوق وبتأكلها. وبعد فترة كاميرون بيربطها وبيجلدها وبيطلع يمشي، وجانس بتفتح الصندوق لكي وبيقعدوا يقروا مع بعض وبيتعودوا إنهم يبقوا مع بعض، وبتقول لها جانس تناديها باسمها. وبتعدي 5 سنين وبيتعامل كاميرون مع كي كأنه مراته التانية، وبيحاول يقنعها إنها تجيب أطفال، لكن كي بتكون مش متأكدة من موضوع الإنجاب عشان مش بتثق في كاميرون، وبتقول عشان تثق فيه لازم يخليها تشوف عيلتها، لكن كاميرون بيرفض وبيقول إن الشركة مش هتوافق، وبيسكتوا فترة. وبعدها كي بتقول له فجأة إنه بدأ يفتن بالعبودية، فكاميرون بيقول لها إنه هو صغير كان بيرسم ستات مقيدين. وبعدها قابل جانس وكانت أول بنت تسمح له بالتجربة عليها، ورغم كده هو ما كانش قادر يتعامل معها بشكل كويس على عكس كي. وهنا كي بتسأله لو حد عمل نفس الحاجات دي مع بنتك هتعمل ايه؟ فكاميرون بيقول لها انه هيقتله، وبيتعصب عليها وبيدخلها جوه الصندوق. وبعد ايام جانس وكي بيروحوا للكنيسة مع بعض، وكان الكاهن بيتكلم وجانس بتسمع له وبتترعش وبتفتكر ذنوبها، وبتشوفها كي وبتمسك ايدها وبتهديها. وبعد فترة بقت جانس سلوكها بقى زي جوزها كاميرون بالظبط، وبقت بتحس بتعاطف مع كي وبقت خايفة على مستقبل عمبر. وبعد سنة كاميرون كان بيكلم كي وبيقول لها ان الشركة سمحت لها تزور اسرتها، رغم انه كان قايلها زمان ان الشركة عمرها ما هتعمل كده، وبتبتسم كي. بس كاميرون بيقول انه هيحتاج منها شوية تدريبات طاعة قبل ما تروح عشان يسمح لها. وبعد فترة بيطلعها برة وبيديها شوت جان وبيقول لها توجهه في بقها وتدوس على الزناد، وبتبكي كي وهي بتعمل كده وبتفكر انها هتموت في اللحظة دي وبتضغط على الزناد، لكن لحسن الحظ البندقية ما بيبقاش فيها طلقات وكي بتفضل حية. وكاميرون بيبصلها بالراحة وبيقول لها انها تكتب لباباها ومامتها بموضوع الزيارة. وفي اليوم التاني كاميرون بيروح بالعربية لبيت باباها ومامتها، وفي الطريق كاميرون بيقول لها عن كم المبالغ اللي صرفها عليها، وكي بتعبر عن امتنانها وشكرها ليه، والموضوع ما بيطولش وبيوصلوا بسرعة لطريقهم. وقبل ما كي تروح تشوف عيلتها كاميرون بيقول لها ان الشركة بتراقبه وبتراقبها، علشان كده بيحذرها تعمل اي حاجة تبوظ الدنيا. وكاميرون ما بيلتزمش بالامر وبيقابل اسرة كي وبيسيبهم مع بعض، وبيقول انه هيمشي وهيبقى يرجع ياخدها في نهاية الاسبوع. وكي بتقدمه انه مش ملكها وبتقول انه صديقها، ورغم ان اسرتها اخيرا شافوها وفرحانين، لكن بني اختها مش بتكون فرحانة وبتلاحظ ان في حاجة حصلت مع اختها وهي مش راضية تتكلم، وبتحاول انها تفتح الموضوع، لكن باباها ومامتها بيكونوا مش عايزينها تتكلم فيه وبيقولوا ان ده هيفسد اللحظة. وفي الليلة دي بوني بتفضل تسأل عن سبب عدم تواصل كي معاهم طول الفترة اللي فاتت، وبتحاول تخلي كي تتكلم، بس كي بتفضل متماسكة وبتتجنب الموضوع. وتاني يوم بوني أختها بتفضل تقول لها إيه اللي حصل في الفترة اللي فاتت، وكي بتقعد تفكر، ولما كانت خلاص هتتكلم بيوصل كاميرون البيت عشان ياخدها. ولما كي بتدخل تجمع حاجاتها كاميرون بيتكلم مع عائلتها وبيقول لهم إنهم بيحبوا
بعض من فترة طويلة وبيخططوا للجواز قريب. فوالد كي بيفرح بالخبر، لكن بوني ما كانتش فرحانة وبتقعد تفكر. ولما كي بتيجي بوني بتسألها هم ساكنين فين دلوقتي، فكاميرون بيرد وبيقول لها انهم في كاليفورنيا. فبوني بتقول ان كي قالت لها انهم عايشين في اوريغون، وهنا شكوكها بتزيد اكتر لكن ما بتقولش حاجة. وكاميرون وكي بيسلموا عليهم وبيمشوا. وفي نفس اليوم جانيس بتسمع عن زواج كاميرون وكي وانه عاوز يكون اسره معاها. والتاني يوم كي بتشوف جانيس بتلم هدومها وحاجتها، ولما بتسالها هي رايحه فين، في البدايه جانيس بتقول لها انها رايحه تزور عيلتها، بس بعد كده بتغير كلامها وبتقول لها انها عايزه تنهي زواجها مع كاميرون. وكاميرون بيشوفها وهي ماشيه وبيطلب منها ترجع البيت، لكن جانيس كانت جايبه اخرها منه وكانت عربيه باباها بره وبتمشي وبتاخد عنبر معاها. وكاميرون بيقعد مذهول من اللي حصل، ولما كي بتحاول توسيه بيتعصب وبيقول لها انها لسه عبده عنده وبيصرخ بكلمة انتباه. وكي بتقف على طول وبتروح على الزاوية وبترفع ايدها، لكن كاميرون ما بيهديش وبيشدها وبينزلها القبو في الكوخ. وقبل ما يقفل الباب بيقول لها ان في واحد هينضم ليهم في وقت قريب. وبعدها بيركب عربيته وبيروح بعيد. وفي الكنيسة بنشوف جانيس وهي قاعدة بتصلي بشكل هستيري وبتكون لوحدها. وفي نفس الوقت بتكون كيف الدور اللي تحت بتترعش من المطر والدنيا البرد، وفجأة حد بيفتح الباب وبتطلع جانيس وبتخلي كي تطلع وتطلب منها تمشي وتسيب المكان. ورغم كده كي العبيطة بتقول لها ان كاميرون مشى وهو متعصب، وبسبب كده جانيس بتقول لها انها هي وكاميرون كانوا محتجزين بنت قبل ما يخطفوها، وكان اسمها مارليتس واخدوها قبلها بسنة. وفي البداية كاميرون كان وعدها ان مارليتس هتبقى مجرد لعبة، بس لما جابوها البيت كانت بتصرخ جامد وما كانتش بتوقف صراخ. وبعد كده كاميرون قتلها هو وجانيس واخدوا الجثة ودفنوها بعيد. والموضوع ده صدم جانيس جدا، وفضلت بقية ايام هتصلي على امل ان ربنا يغفر لها. وبعد فتره كاميرون جو اخد مجرفه وراح عند الكوخ، وقبل ما يوصل هناك كانت جانيس اخدت كي لمحطه الاتوبيس. ولما الاتوبيس بيوصل جانيس بتقول لكي انها تروح بيتها وتروح لعيلتها، بس كي كانت متردده بسبب الشركه انها ممكن تقتل عيلتها. وساعتها جانيس بتعرفها الحقيقه وان كل ده كذب ومن خيال كاميرون، وانها ما قدرتش تتكلم عشان كانت خايفة يعمل فيها حاجة أو في البيبي، وإن كاميرون ما كانش أبدا جزء من الشركة. وبتقعد كي تستوعب الكلام لفترة وإنها تفهم الحقيقة، بس لما بتفهم بتخرج على طول من العربية وبتركب الأتوبيس. ولما جانيس بتروح البيت كان ظاهر كاميرون قاعد على الأرض بيعيط بشكل هستيري. وبعد فترة بيتحكم على كاميرون بالسجن لمدة 104 سنة، لكن جانيس بتاخد حصانة من المحكمة القضائية مقابل شهادتها ضد جوزها، مع انها شهدت بوفاة مارليتس، بس في الاخر ما عثروش على الجثة. وفي النهاية بنعرف ان كولين قعدت 2640 يوم مخطوفة، يعني حوالي 7 سنين. وبتقول كولين ان الايمان هو اللي كان بيغذيها، وفي النهاية تم انقاذها. ولغاية هنا بيخلص فيلمنا. اتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. سلام.